لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز له عن الكثير من الزلل، وأفاض عليه نعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا. فهذا عدل وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك أرحب بالإخوة الكرام الحضور والأخوات الكريمات الحضرات، وأسأل الله تعالى أن يجزي خيرا من أعد لهذا اللقاء ومن ساهم في إتمامي على هذا النحو الطيب. كما أشار أخي الحبيب الشيخ عبد السلام، أنا نتكلم عن قوله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونحن نحتاج يعني إلى يعني فهم هذه الآية الكريمة خاصة والواقع يعني من حولنا، يعني أن بلاد المسلمين تتعرض للتدمير والإبادة والقتل والتهجير والتشريد، كما نرى ذلك في سوريا، والحصار والضرب بالراجمات الصواريخ يعني البرامين المتفجرة والعنقودية والفوسفورية والنبال وغير ذلك، وأيضا في العراق ما يحدث لإخواننا في الموصل، وفي اليمن ما يحدث يعني من الحوثيين ومن ورائهم الغرب الكافر الذين يريدون أن يدمروا أمة الإسلام. فنقول مع ذلك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهذا الوعد الصادق من الله عز وجل لم يتخلف في أي معركة من المعارك، لم يتخلف وعد الله عز وجل. مهما كان عدد المسلمين ومهما كان عدد المشركين، إذا قام المسلمون بالواجب عليهم لابد أن ينصرهم الله عز وجل. غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم خرج ب317 وقيل 18 على عدد جند طالوت، وكان يقصد عير تجارية، أتى بها أبو سفيان، كان معهم 40 رجلا، وشاء الله عز وجل أن يكون اللقاء مع النفير مع جيش قريش من أجل أن يكسر الله عز وجل شوكة قريش. ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرسان، وكان مع قريش 200 فرس، فتصوروا جيش معه دبابتين وجيش معه 200 دبابة أو طيارتين، وجيش الأخوة 200 طيارة، ومع ذلك انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه 70 بعير، كان كل 3 يعتقبون على بعير، وكان مع المشركين عدد كبير يعني من الجمال، وكانوا ينحرون في اليوم الواحد من 9 إلى 10 من الجمال. مع ذلك نصر الله عز وجل المؤمنين نصرا يعني مؤزرا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بأسباب لا تخطر على بالهم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام يعني أن عدد المشركين قليل، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. ثم لما التقى الجيشان
صار المسلمون يرون المشركين قليلا والمشركون يرون المسلمين قليلا في نفس السورة سورة الأنفال، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، من أجل أن يوري كل طائفة بالطائفة الأخرى ويلتحم الجيشان. ولما التحم الجيشان صار المشركين اللي عددهم 1000 يرون المسلمين عددهم 317 يرونهم ضعفهم. قد كاد لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، شايفين أنهم ضعفهم، شايفين 318 شايفين 2000. دي من الأسباب التي نصر الله عز وجل بها المسلمين. من ذلك أن الله عز وجل أنزل على المسلمين طشا ومطرا خفيفا، ثبت الأرض من تحتهم وأنعش جوارحهم، وأنزل على المشركين مطرا كثيرا، صاروا لا يتحركون، لا يستطيعوا التحرك من أماكنهم. من ذلك يعني أن الله عز وجل ألقى على المسلمين نعاسا، يعني في ليلة يعني بدر، من ذلك ملائكة نزلت تقاتل، نزل 1000 وعين صاروا 3 صاروا 5، فنصر الله عز وجل المسلمين بأسباب لم تخطر على بالهم، فلم يتخلف وعد الله عز وجل للمسلمين بالنصر والتمكين. وكان أبو جهل كان عنده أمل في النصر، وكان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم من كان منا أقطع للرحم وآتى قومه بما لا يعرفون فاحنه الليلة، يعني اهزمه الليلة. فقال عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. تستفتحوا حين تطلبون الحكم، إن طلبتم الحكم فأتى الحكم بنصر المسلمين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، يعني إن عدتم مرة ثانية إلى ختال المسلمين الله عز وجل ينصر المسلمين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. ولكن نحن نقول للروس والمجوس ومن خلفهم ومن يدعمهم والحزب اللات الشيعي إنهم مهما كثر عددهم ومهما اجتمعوا على إخواننا بالشام لن ينتصروا. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين، ومن كان الله معه لا يمكن أن ينهزم، فمن حارب الحق فهو محروب، ومن غالب الحق فهو مغلوب. فنقول لم يتخلف وعد الله عز وجل في غزوة يعني بدر، مع الفارق في العدد والعدد. في غزوة أحد كان عدد المسلمين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مقاتل، ورجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق 300 مقاتل، فبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 مقاتل، وكان عدد المشركين 3000. وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم 52 من الرماة عليهم عبد الله بن جبير على الجبل الذي يسمى جبل رماة، راح عمره شاف هذا الجبل الذي سمي بعد ذلك بجبل رماة أمام شهداء أحد، المنطقة اللي كان فيها المعركة، وأمرهم ألا يتركوا أماكنهم، وبدأت المعركة بنصر ساحق للمسلمين، مع أن عددهم 700 وعدد المشركين 3000. كما قال ابن عباس: ما نصر الله عز وجل نبيه كما نصره يوم أحد، قال: واقرأوا إن شئتم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس القتل، حتى قتل 7 وقيل 9 من حملة لواء الكفر، وهذا ما دعا الرماة لترك أماكنهم. 40 من الرماة ظنوا أن المعركة انتهت، وتحرك قليل من حب الدنيا في قلوب بعض الصحابة، مع أن الصحابة كانوا أزهد الناس في الدنيا وأرغب الناس في الآخرة، حتى قال أحدهم: ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا أمر أميرهم، وحصل تنازع وقليل من حب الدنيا، فدلت الدولة على المسلمين لمخالفة سيد الأولين والآخرين، وانتهت كما تعلمون بهزيمة، لأنهم لم يقوموا بالشرط ولم يقوموا بالواجب عليهم من طاعة الله عز وجل وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، والزهد في الدنيا والرغبة يعني في الآخرة.
فأيضا في غزوة أحد لم يتخلف هذا الوعد الصادق، ولقد نصركم الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. غزوة أحد كانت في شوال، منتصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وبدر كانت يعني في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، في منتصف شوال أيضا من السنة الخامسة من الهجرة. سعد جماعة من اليهود في تأليب الأحزاب الكافرة على النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يستأصلوا الإسلام، فطافوا في قبائل العرب وخرج 10,000 من المشركين وقصدوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وغدرت بنو قريظة وكان فيهم 700 مقاتل، يبقى 10,700، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه 3,000. وهذه المعركة لم يحصل فيها التحام بين الجيشين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حفر يعني خندقا بين حرتي المدينة، والحرة اللي هي الأرض ذات الحجارة السوداء، الأرض البركانية اللي نزل في مطار المدينة وركب الأتوبيس وهو رايح عند المنطقة المركزية عند الحرم، بيجد الأرض سوداء، أراضي يعني فيها حجارة بركانية، فالمدينة بين حرتين، حرة الواقم وحرة الوبرة، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا بين حرتي المدينة، وآتت الأحزاب الكافرة، وكانت بين هذا الخندق وبين جبل أحد اللي هو بيحيط بجزء كبير من المدينة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3,000، فكانوا بين الخندق وبين جبل صغير أقرب إلى المدينة يسمى جبل سلع. لم يحصل التحام بين الجيشين، ولكن تراشق بالنبل، وهذا التراشق كان يستمر أحيانا طوال النهار، حتى شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الوسطى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يملأ قبورهم نارا لأنهم شغلوا المسلمين عن صلاة الوسطى. وهذه الغزوة كان فيها مجاعة في المدينة، كان فيها جوع شديد، فيها برد شديد، واجتمع على المسلمين زي ما بيجتمع الآن على إخواننا في الشام شدة البرد وشدة الخوف وشدة الجوع والحصار. وهذه الشدائد يظهر بها إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين، فالمنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، خايف يطلع يقضي حاجته. والمؤمنون قالوا كما ذكر الله عز وجل، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا الإيمان الصادق، إنسان إذا خوف بغير الله يزداد إيمانا بالله عز وجل وثقة في الله عز وجل وتوكلا على الله عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المنافقون لهم كلمة أخرى في نفس الصورة، صورة الأحزاب، قال عز وجل يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لما أزاح الله عز وجل الأحزاب الكافرة عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير رجعة، فهم مش مصدقين أن الأحزاب بعدت وأن الخوف انتهى. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب، لو رجعت مرة ثانية، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، أنهم ما يعرضوش أنفسهم للخطر في وسط المؤمنين، لأن المؤمن بيحتسب يطلب الشهادة كما قال خالد بن الوليد أتيتكم بقوم يحبون الموتى كما تحبون الحياة. ولكن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر بالملك العلام، فعلام يعرض نفسه للخطر ولا يؤمن بالجنة ولا يؤمن بالآخرة. فيحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. من بعيد كده يقول المسلمين عمل إيه مع المشركين دون أن يعرضوا أنفسهم للخطر. قال ولو كانوا فيكم ما قالش منكم ولا معكم، لأنهم شيء والمؤمنون شيء آخر، ما قتلوا إلا قليلا. فهذه الغزوة كما ترون يعني اجتمع المسلمين يعني شدة الخوف شدة البرد وشدة الجوع، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال اللهم منجي الكتاب مجري السحاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. فأرسل الله جل عليهم ريحا
تخلع خيامهم وتكفأ قدورهم وتزيحهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير رجعة. وأرسل الله جل ملائكة تزلزل قلوبهم وأزاحهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتخلف هذا الوعد الصادق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين أيضا في غزوة الأحزاب مع التفاوت في العدد. غزوة حنين كانت يعني بعد فتح مكة، كان فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة معه 10,000 مقاتل، وانضم إليه 2,000 من مسلمة الفتح، فصار معه 12,000 مقاتل، وهذا العدد بالنسبة لجزيرة العرب وفي هذا الوقت عدد كبير. فبعض الصحابة من حديث العهد بالإسلام قالوا لن نهزم اليوم من قلة، يقولوا ده احنا كنا 318 وغلبنا جيش قوامه 1,000، وكنا 3,000 وغلبنا جيش 10,700، فلن نهزم اليوم من قلة. فوكلوا إلى هذه الكلمة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كان هناك سبب آخر للهزيمة في بداية المعركة، وهي أن بعض المسلمين خرج حصر يعني دون دروع حديد على صدورهم، استهانة بالقوم. وكان المشركون يعني قبيلة هوازن كانوا رماة، كمنوا في الجبال وأمطروا المسلمين بوابل من النبل، لقوا السهام زي المطر. الصحابة طبعا ما هماش ملائكة ولا هم أنبياء يخطئون ويصيبون، ففروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه المعركة معه عمه العباس وابن عمه أبو سفيان بن الحارث شاعر قريش، كانت أول معركة يشهدها العباس ويشهدها أبو سفيان بن الحارث. فالصحابة يفرون والنبي صلى الله عليه وسلم يتوجه بدابته ناحية القوم ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وهم يكفون الدابة لئلا تسرع. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي على أصحاب السمرة، السمرة يعني الشجرة، الذين بايعوا تحت الشجرة بايعة الرضوان على الموت، كانوا 1,400 صحابي رضي الله عنهم، فقالوا يا لبيك يا لبيك، كأنها بقرة عطفت على أولادها. ثم نادى في الأنصار يا للأنصار، فقالوا يا لبيك يا لبيك، فاجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نادى العباس بني حارثة بن الخزرج فقالوا يا لبيك يا لبيك، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفة من التراب وألقاه في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه إن هزموا رب الكعبة، فما رماهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى صار أمرهم مدبرا وحدهم كليلا، وانتهت المعركة أيضا بنصر المسلمين. فما حدث بحنين عكس ما حدث بأحد، بأحد بدأت بنصر وانتهت بهزيمة، ولكن في غزوة حنين بدأت بهزيمة وانتهت بنصر. فنقول لم يتخلف هذا الوعد الصادق من الله عز وجل في معركة من المعارك. حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانش هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول إنا نرسل رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد بالنصر ليس للأنبياء وحدهم ولكن لأهل الإيمان في كل زمان وكل مكان. معركة اليرموك يعني كان عدد الروم 200,000، 200,000، وكان عدد المسلمين 24,000، وكان الأمير على المسلمين أو قائد جيش المسلمين خالد بن الوليد رضي الله عنه. حتى قال رجل خالد ما أكثر الروم؟ قال ما أقلهم، يقول له ما أكثر الروم؟ يقول له 200,000، فقال له ما أقلهم، ده شوية صغيرة. وانتصر المسلمون وقتلوا من الروم 100,000، وقتل من المسلمين 3,000، ونصر الله عز وجل المسلمين. وهكذا في سائر المعارك، يعني في أيضا فتح إفريقية كان عدد يعني فتح إفريقية كان عددهم عدد المشركين 120,000 وعدد المسلمين 20,000 تقريبا، وكان قائد المسلمين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وانتصر المسلمون. فهذا الوعد الصادق لم يتخلف من الله عز وجل في أي معركة من المعارك، ولذلك نحن على ثقة من نصر الله عز وجل لإخواننا في سوريا، حتى لو دخلت أمريكا مع روسيا وحتى لو دخل العالم كله مع روسيا، لأن الله عز وجل قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا
ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإذا وجد جند لله عز وجل في الأرض لابد أن ينصرهم الله عز وجل. فنقول إن نحن نثق بنصر الله عز وجل، ومهما طال الوقت العاقبة المتقين كما قال الله عز وجل، وقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه آيات قرآنية نحن نؤمن بها، ولكن نراها على أرض الواقع، يعني في يعني سوريا. وكان طبعا الخامئني المجرم الإيراني الشيعي بيقول أنه عايز يبعث 100,000 الحلب، 100,000. فالإخوة في حلب قالوا إحنا إيه ماشي يبعثهم، إحنا إن شاء الله نبعثهم له في الشاحنات جثث. ومن أسبوع تقريبا كان وصل لمستشفى في جنوب لبنان، مش عارف 96 جثة من حزب الله، ومعتمين على الخبر، مش عايزين أهليهم يعرفوا يعني أين قتلوا، لأن فعلا بتذهب هذه الميليشيات الشيعية ويقتلون على أرض حلب أعداد كبيرة جدا، وهم لا ينتصرون إلا على النساء والأطفال والعجائز، يهدمون البيوت على رؤوس الأطفال والنساء، ولكن في ساحات القتال ينتصر المسلمون. حتى قال بعض المحللين الروس يقول نحن لا نقاتل بشرا، نحن نقاتل وحوشا، لأن فعلا لا يمكن أن يستوي من يقول يا حسين أو يا زينب مع من يقول ما لنا إلا الله. فلابد أن نبشر بالنصر، فالله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر والتمكين، وهذا الوعد لابد أن يتحقق إذا قام المسلمون بالواجب عليه. النصر له صور يعني مختلفة، هنذكر 5 صور من صور النصر. النوع الأول هو النصر الكامل، المسلمين ينتصروا على أعداء الإسلام وتكون الدولة للإسلام والجولة للإسلام. الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد 13 سنة من بداية البعثة تكونت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى أقر الله عز وجل عينه بنصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. فما فارق الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، ثم فتح الصحابة والتابعون لهم بإحسان البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى صدى أكثر المعروف من الأرض بدعوة الإسلام. وحتى وقف طارق ابن زياد الفارس المسلم على شاطئ المحيط الأطلنطي يقول والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخضتك بفرسي هذا. وكان الخليفة العباسي هارون الرشيد ينظر إلى السحاب في السماء فيقول أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك. وكان خالد يقول للروم وقد تحصنوا بالحصون أيها الروم انزلوا إلينا فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. هكذا ينبغي أن تكون الثقة بنصر الله عز وجل ووعد الله عز وجل. فهذا النوع الأول من النصر. وكما نصر الله عز وجل نبيه داود ونبيه سليمان فجمع لهما بين الملك والنبوة، أعطاه ملكا عظيما وجمع له بين الملك والنبوة. النوع الثاني من النصر أن يهلك الله عز وجل الكافرين وأن ينجي رسله والمؤمنين، كما نصر نوحا ونصر هودا ونصر صالح ونصر شعيب ونصر لوطا ونصر موسى عليهم جميعا الصلاة والتسليم. أهلك الله عز وجل الكافرين وأنجى الله عز وجل رسله والمؤمنين. هذا النوع الثاني من النصر. النوع الثالث من النصر هو نصر العقيدة ونصر الإيمان، أن المؤمنين يثبتون على إيمانهم حتى يتبوأوا منازل الشهداء، حتى ينزلوا منازل الشهداء. ولذلك نحن لا نظن يعني أن ما يحدث في سوريا أن أهل سوريا هانوا على الله عز وجل، كيف ذلك وسوريا يعني والشام عموما
النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما أول بدء أمرك؟ قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام. فقال علماء إن الشام تكون آخر معاقل الإسلام. ولما ضرب الكدية اللي هي الصخرة العظيمة في الخندق، أول ضربة قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للشام طوبى للشام طوبى للشام. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال ملائكة الله ناشرة أجنحتها على الشام. وقال صفوة الله من أرض الشام وفيها خيرته من عباده. وقال إن الله تكفل لي بالشام وأهلها. فالله جل يصطفي من أهل الشام ليدل على شرفهم وعلى اصطفاء الله عز وجل لهم، أنه يصطفي منهم شهداء. والواقع إن ما نراه بالأعين في الدنيا غير ما يحدث في الغيب وفي الواقع. الناس بتظن إن اللي بيموت على الفراش وجنبه زوجته وأولاده ده بيموت مستريح ما بيحسش بسكرات الموت، والذي تتقطع أشلاؤه وتتناثر أجزاؤه ده اللي بيحس بسكرات الموت، ولكن في الواقع العكس هو الصحيح. فكان علي بن أبي طالب يحض المؤمنين على القتال ويقول قاتلوا فإنكم إن لم تقتلوا متتم على الفرش، يعني بيحذر الإنسان يموت على فراش. قال والذي نفسي بيدي لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد لا يذق من مس القتل إلا كما يذق من مس القرص، زي قرصة ناموسة واحد يقرص واحد، دي سكرات الموت بالنسبة للشهيد. فينجو من سكرات الموت وينجو من عذاب القبر، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلى الشهيد. قال كفى بارقة السيوف على رأسه فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. ولذلك الأمة التي تحب الشهادة وتحب الموت في سبيل الله تعيش يعني عزيزة كريمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل إلى قصعتها، قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. بيقول المسلمين دلوقتي 1,700,000,000 مسلم، ربع العالم، ومع ذلك يعني حالهم كما ترون. قالوا لكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هو الزبد والرغوة والقش اللي بيقى فوق الماء. قال ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، من الكفار مش هيخافوا منكم، ده عكس ما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ لأن الصحابة كانوا يعرفون الوهن، كانوا يعرفون الشهادة والعزة والكرامة. فقالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وطبعا الموت هنا ليس الموت الذي كتب على بني آدم، لأن هذا الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، ومفيش حد يحب المصيبة. ولكن المراد بالموت هنا الموت في سبيل الله، الموت الشريف الذي قال عنه خالد أتيتكم بقوم يحبون الموت، يعني الشهادة، يحرصون على الشهادة كما تحبون الحياة. وده اللي بيحصل في يعني سوريا الانغماسيين والاستشهاديين، ولهم سلف يعني في الأمة كجعفر بن أبي طالب لما اقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها في غزوة موتة. دخل بالفرس في وسط الروم وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. فدخل في وسط الروم وضرب رقبة الفرس بالسيف، يعني بيقطع نفسه سبيل الرجاء في وسط الروم، وأخذ يقاتل حتى قتل. فهذه عملية استشهادية. كذلك فتح القسطنطينية تقريبا لما خرج صف المسلمين وخرج من الروم صف، وخرج رجل من المسلمين فانغمس في صف الروم، فقال المسلمون سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة. فأنكر عليهم أبو أيوب الأنصاري هذا الفهم الآية، فقال لقد نزلت فينا نحن الأنصار هذه الآية، لما عز الله دينه وكثر ناصره قلنا نمكث في أموالنا ونصلحها.
ان المسلمين كتروا فايه شوب بقى الزروع بتاعتنا والتجارات بتاعتنا. فانزل الله عز وجل وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. التهلكه ليست البذل في سبيل الله ولكن تهلكه في ان تجذبنا الدنيا وننشغل بالدنيا لان هذا سبب للذله. وما ترك قوم الجهاد الا ذلوا. فنقول ثبات المؤمنين على ايمانهم يعني حتى يتبوأوا منازل الشهداء هذا نوع من النصر. ما حدش يقول ان الغلام في قصه اصحاب الاخدود انهزم لانه قال للملك الكافر انك لست قاتلي حتى تفعل ما امرك به. تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع وتاخذ سهما من كلانتي وتضربني فاموت. فجمع الناس في صعيد واحد كما قال يعني بعض اخواننا الدعاء بان الغباء احيانا بيبقى من جند الله. فهذا الملك الكافر نفذ وصيه الغلام والناس فعلا يعني قالوا امنا برب الغلام واراد ان يبرهن لهم ان هذا الملك الذي يدعي الربوبيه ورب يحيي ويميت لا يستطيع ان يقتل الغلام. بعثوا لسفح الجبل ودعا الله جل وعلا قال اللهم اكفني بما شئت فهلك الناس من اجل الغلام. بعثوا لعرض البحر فقال اللهم اكفني بما شئت فغرق الناس ونجى الغلام. فتبين له انه لا يستطيع قتل الغلام وظن انه لو قتله باي صوره يكون قد انتصر واثبت انه فعلا يحيي ويميت. ولكن الغلام بما طلبه من الملك اثبت للناس ان الله عز وجل هو الذي يحيي والذي يميت. وايضا جماعات المؤمنين التي سيقت الى النيران المضرمه اما ان يرجعوا عن دينهم او يغذفوا في النار. فثبتوا على إيمانهم وسجل الله عز وجل هذه المواقف الإيمانية في كتاب الخالد فقال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فثبات المؤمنين على إيمانهم حتى يتبوأوا منازل الشهداء هذا نوع من النصر ليس هزيمة. واللي بيقتلوا في سوريا اليوم يدفعون ثمن النص. ممكن ربنا عز وجل مقدر ان لما يستشهد بين المسلمين مليون واحد يمكن لهم وهم حتى الان لم يبلغوا المليون. فلعلهم اذا بلغوا المليون ياتي النص لانهم بذلوا ثمن النصر من دمائهم. ولكن نحن على ثقه من ان النصر قادم باذن الله تعالى. ولذلك يعني روسيا يبدو انها ندمان انها دخلت يعني في الشام. حتى قريبا من يومين تقريبا وزير الخارجيه الروسي المجرم بيقول لديمستورا ان هو اللي عطل الحل السياسي. يعني كانهم نفسهم في حل سياسي لانهم مش قادرين يعني المعارك على الارض المجاهدون ينتصرون ولكن هم بس بيقتلوا في النساء والاطفال ويهدموا البيوت والله غالب على امره. النوع الرابع من النصر وهو أن يحمي الله عز وجل المؤمنين كما قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكما قال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس. كان الصحابة يحمون النبي صلى الله عليه وسلم نبطشيات تقوم بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتركوا حراسته لأن الله عز وجل تكفل بحفظه من أن يقتله أحد. في غزوة بني المصطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة يعلق عليها سيفه فأتى أعرابي جلف يعني أخذ السيف ورفعه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. فارتعد الأعرابي وسقط منه السيف وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال له من يمنعك مني؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتقم لنفسه فعفى عن الأعرابي. كذلك في غزوة خيبر أهدت امرأة سلام بن مشكم اليهودية شاة مسمومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أي جزء من الشاة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها الذراع فأكثرت فيه من السم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. ومع ذلك هذه المرأة لم تؤمن وهي كانت تقول أردنا إن كنت يعني كاذبا استرحنا منك وإن كنت صادقا لا يضرك لأن الوحي يخبره. وأخبره فعلا الوحي وتبين لها والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها أيضا
لأنه لم ينتقم لنفسه، ولكن لما مات صاحبه من الأكلة قتلها به، ولكن هو كان لا ينتقم لنفسه. فنقول هذا نوع من النصر أيضا، أن الله جل يحمي المؤمنين يعني من الكافرين. في مثال آخر، يعني في يوم الرجيع لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا يأتون بالأخبار يعني، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وذكروا لحي من هذيل فتبعوهم بمئة رام، فلجوا إلى فدفد يعني مكان مرتفع، فأحاطوا بهم فقالوا لهم لكم العهد والميثاق، إن نزلتم إلينا لنقتل منكم أحدا. فقال عاصم وهو أمير السرية: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم يعني فقتل يعني منهم يعني سبعة، وبقى يعني عاصم ورجلين يعني آخرين. فكان في القتل عاصم بن ثابت يعني، فكان قد قتل يعني كبير من كبراء قريش في غزوة بدر، فأرادوا أن يأخذوا رأسه، بعد أن قتل أرادوا أن هم يحزوا رأسه ويبيعوها بمكة ليشفي بها صدر الأهل الذين يعني الذي قتله يعني عاصم بن ثابت في غزوة يعني بدر. فأرسل الله عز وجل على جثته سحابة من الدبر، دبابير يعني زي ظلة من الدبر، فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه، هو ميت مش قادرين يوصلوا إلى جثته من أجل أن يأخذوا شيئا منها يبيعونه بمكة. فإن قال قائل: لماذا لم يمنعهم الله عز وجل من قتله؟ فالجواب: لما يريده الله عز وجل له من الشهادة والسعادة. فهذا أيضا نوع من النص، أن الله عز وجل يمنع الكافرين من الوصول إلى المؤمنين. النوع الرابع من النص هو نصر الفكر ونصر المنهج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة تبقى من أهل السنة والجماعة ظاهرة يعني على الحق، يقلون أو يكثرون، ولكن يعني تبقى هذه الطائفة لا يضرهم من خذلهم. وهذا أيضا يتحقق في أهل الشام الآن، لأن معاذ رضي الله عنه قال: هم بالشام، يعني هذه الطائفة بالشام. بنلاحظ التطابق بين قوله لا يضرهم من خذلهم وقول أهل الشام: ما لنا إلا الله وقد خذلهم الناس يعني كلهم، ففعلا ما لهم إلا الله ولا يضرهم من خذلهم، يعني أيضا سينتصرون. وهذه من البشريات. في بشرة أخرى يعني هي محلية شوية، كنت في قرية اسمها حلب، وحلب دي على طريق الصحراوي يعني بعد الجلاء بشوية كذا، وجالي شاب صغير يعني غلام يعني في الإعدادية تقريبا أو تاني إعدادي، فقال لي: أنا شفت رؤية. وقلتها للإخوة، قالوا لي: أخبر الشيخ بها. فقلت له: ما رأيت؟ قال: رأيت في المنام أن الأعداء يعني الكفار يعني أرادوا يعني قتالنا، والأخ المسؤول عن الدعوة في هذه القرية يعني بيقول: جمع صفوفنا كده ودخلنا في القتال معهم. ثم قال لنا هذا الأخ المسؤول: انتصرنا عليهم على الكفار يعني. قلت له: أنت من حلب؟ أنا رحت صراحة القرية عشان اسمها حلب يعني. فقال الأخ المسؤول، قال لهم: احنا خلاص انتصرنا يعني في المعركة، فاستبشرت بهذه الرؤية ان فعلا اهل حلب سوف ينتصرون يعني بإذن الله تعالى. فالرؤى الصالحة من المبشرات. فنقول ان النوع الرابع هو نصر الحجة ونصر البيان. ونعطي مثل على ذلك هو الإمام أحمد بن حنبل، لما اقتنع الخليفة المأمون بن هارون الرشيد بمقالة المعتزلة الرديئة بالقول بخلق القرآن، وأجبر العلماء والمفتين والقضاة وعوام الناس على القول بخلق القرآن، ثبت الإمام أحمد وطائفة يسيرة، واتسجن الإمام أحمد 24 شهر يعني قريب من سنتين أو سنتين بالفعل، 24 يعني شهر، وضرب أكثر من 1000 صوت. كنا فاكرين انه ضرب بس 10 اصوات ولا 20 صوت، 1000 صوت.
وثابت يعني على عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه كان رأس الناس، إذا زل العالم زل بزلتي عالم، فثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة. وقيل له: ألم ترى الباطل كيف ظهر على الحق؟ قال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنقلب قلوبنا من الحق إلى الضلالة، وقلوبنا بعد ملازمة للحق. فليس يعني الجماعة ليست هي عوام الناس، ومن شذ شذ في النار، ولكن الجماعة أن تكون على الحق، وأن تتبع الجماعة الأولى هي جماعة الصحابة رضي الله عنهم. كما قيل لأحدهم، يعني سئل يعني ابن مبارك عن الجماعة، فقال: أبو بكر وعمر. قيل: قد مات أبو بكر وعمر. فقال: فلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان. فقال أبو حمزة السكري جماعة. فالجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، لأن المراد بالجماعة جماعة عبر الزمان، جماعة الصحابة ومن كان على شاكية هذه الجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر افتراق الأمة وقال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. مش الجماعة بقى سواد الناس، واحد في إيران يقول ده جماعة الشيعة، واحد مثلا في عمان يقول جماعة الخوارج، مكان في صوفية يقول جماعة الصوفية. لا، لا يمكن أن يختلف كلام النبوة، وأولى ما فسر به الحديث الحديث. هذا الحديث تفسر رواية أخرى رواها الحاكم بسند يعني حسن، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة هي جماعة الصحابة، ومن كان على شاكلة هذه الجماعة الأولى. فده النوع الخامس من النصر، ونصر الحجة ونصر البيان، كما نصر الله عز وجل أهل السنة والجماعة، كما نصر الإمام أحمد، واستحق بذلك أن يكون إمام أهل السنة والجماعة. أما النصر الذي بعد الله عز وجل به أمة سيد الأولين والآخرين، فهو النصر الأول، نصر الكامل، لأن صلى الله عليه وسلم يعني قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. طبعا لعل الإخوة الجالسين عارفين أن أمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا أيضا اكتشفت من 200 سنة تقريبا، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه البلاد معروفة، نصف العالم، العالم 6 قارات، دول 3 من 6، لم تكن هذه الأماكن معروفة، والفتوحات الإسلامية الأولى لم تعم المعروف من العالم، 3 قارات اللي كانت معروفة لم تغطي المعروف، هي أكثر معروف من العالم، ولكن لم تعم كل الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بأن الإسلام سوف يعود، وسوف تكون الفتوحات الإسلامية في المرة الثانية أكثر من الفتوحات الأولى. فقال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني في كل الأرض مشارق والمغارب. حديث آخر مشابه قال: ليبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. المدر بيت الحجارة زي البيت بتاعتنا، والوبر بيت الشعر هو بيت البدو. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر، وفي رواية الكفرة. فإحنا نقول للروس والمجوس وأوروبا الكافرة وأمريكا الفاجرة، نقول لهم يعني: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر أو الكفرة. بل أتت الأخبار أيضا تبين أن هناك لقاءات يعني بين الكفر والإيمان، لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، وإن يعني الروم يجتمعون يعني مع المسلمين في قتال عدو واحد، الروم والنصارى، فينتصرون. يعني ممكن العدو الواحد دول يكون الصين، يكون بلاد شيوعية، بلاد ملحدة مثلا زي كوريا الشمالية، فينتصرون يعني المسلمون والروم. فيقول يعني الناس من الروم: غلب الصليب، فيقول المسلمون: انتصر الله. فتقع الحرب بين الروم وبين المسلمين. في صحيح مسلم
تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، ودي أماكن بقرب حلب، تحس منطقة حلب يعني فيها الملاحم في آخر الزمان. قال فيخرج لهم جيش من المدينة من خير أجناد الأرض، وال يعني دول أن الجيش يخرج من أرض أهل السنة والجماعة، من المدينة من خير أجناد الأرض. قال فيصطفون، ففي صف الروم وصف المسلمين. قال فتقول الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، سبوا يعني أسروا، وفي رواية سبوا منا يعني شتموا. فيقول المسلمون والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال فيقتتلون، فيرتد ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا. وهذه ردة بالفرار من الزحف، أي واحد يفر من جيش الإسلام في وقت القتال مع الكفر فهذه ردة على الإسلام. ومن شاهد الإيه حضر المعركة حتى لو لم يكن القتال في وجوب عيني، في وجوب كفائي بس، يجب عليه أن يشارك يعني في القتال. فيرتد ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا. قال ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله. قال ويفتح الله بالثلث الثالث، فبينما هم يعلقون سيوفهم بالزيتون يقال لهم إن المسيح الدجال قد خلفكم في ذراريكم. وفي لفتة في الحديث هنا تبين اللي بيحصل الآن يعني في سوريا مش هي الملاحم آخر الزمان، لأن فيها يعلقون سيوفهم بالزيتون يعني بأشجار الزيتون، يعني القتال هيعود بدائي بالسيوف مش بالخنابل الفراغية ولا بالصواريخ ولا يعني يبدو أن في حرب عالمية هتقوم فعلا، ويبدأ الناس حياة بدائية مرة ثانية، يكون القتال بالإيه بالسيوف. في حديث مشابه أيضا في صحيح مسلم في كتاب الملاحم تقريبا، تخرج يعني شرطة مسلمين يعني تشترط أن هو لا ترجع إلا غالبا، فيفرق بينهم الليل وتفنى الشرطة، ثم في اليوم الثاني كذلك، وفي الثالث أو الرابع تكون الدبرة على الكافرين، إن المسلمون هم الذين ينتصرون على الروم. وأيضا الحديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي أو دجالي أتباع الدجال ورائي تعالى فاقتله. يعني في الوقت يعني تلاقي أن العالم كله دلوقتي مع اليهود، ولكن في هذا الوقت لما يبقى المسلمين يستحقون نصر التمكين ويكون فعلا هو عبد الله فعلا، ما هوش علماني ولا ليبرالي ولا ملحد، ينتصر المسلمون ويكون كل شيء مع الإسلام، حتى الحجر والشجر ينطق ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي أو دجالي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد وشجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فاللقاء حتمي مع الروم ومع اليهود، وتكون العاقبة للمسلمين. فأنا أقول ما يحدث اليوم هو خلاف يعني ما يستقر عليه الأمر، أن العاقبة للمتقين، فلنبشر بنص الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن تنصر الله ينصركم ويثبت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.